السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الطلاب في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى من الله عز وجل أن يرزقكم التوفيق والنجاح، وأن نرجع مرة أخرى بعود حميد إن شاء الله. بإذن الله هنتناول مع بعض درس أيام الطفولة، وهو ده الدرس اللي احنا توقفنا عنه، وقلنا أن درس أيام الطفولة هو لشاعر اسمه أبو القاسم الشاذلي. هذا الشاعر نيجي نبص مع بعض على السيرة الذاتية الخاصة بهذا الشاعر. قلنا الشاعر أبو القاسم الشاذلي هو شاعر تونسي، ولد في عام 1909 في قرية اسمها قرية الشابية بجنوب تونس، وتعلم في المعهد الزيتوني وتخرج من مدرسة الحقوق التونسية، وتوفي عام 1934. جميل جدا. قبل ما نقرأ الأبيات مع بعض، عايزين نعرف ماذا كان غرض الشاعر في هذه الأبيات، وما الذي أراد أن يحكيه لنا. الشاعر هنا أراد أن يتحدث عن أيام طفولته، بأنها كانت أيام فرح وسرور وسعادة، كانت أيام خالية من الحزن والكآبة، كانت أيام أحلامهم فيها بسيطة، ليست معقدة. فنيجي نبص مع بعض كده ونشوف الأيام الجميلة اللي الشاعر بيتكلم معانا فيها. فنيجي نقرأ مع بعض. الشاعر بيقول: أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير، ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور. نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور، ونعيد أغنية السواقي وهي تلغو بالخرير. نجدو ونرقص كالبلابل للحياة وللحبور، ونظل ننثر للفضاء الرحب والنهر الكبير. ما في فؤادينا من الأحلام أو حلو الغرور. كما هو واضح أمامنا في هذه الأبيات أنه يتحدث عن أيام الطفولة. نبدأ مع بعضنا البعض نتناول هذه الأبيات بيتا بيتا. يقول في البيت الأول: أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير. لو جينا توقفنا مع بعض كده نشوف معاني المفردات في هذا البيت الغريبة بالنسبة لنا، نجد كلمة الروض. ما معنى الروض هنا في هذه الأبيات؟ معنى الروض في هذه الأبيات معناها هي الحدائق. جميل جدا. يبقى إذن معنى الروض هي الايه؟ الحدائق. معنى المطير يعني الذي اصابه المرض، الذي اصابه الايه؟ المطر. فهو يقول: ايام كانت للحياه حلاوه الروض المطير، يعني هذه الايام كانت مثل الحدائق الذي ينزل عليها المطر الجميل الكثير، الذي يسقيها ويجعلها في نضاره وفي جمال. ويقول بعد ذلك: ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير. يعني لو جينا نبص مع بعض برضو في معاني هذه الكلمات الخاصة بهذا البيت، معنى وداعة يعني هدوء وسكون، وما معنى جداول يعني مجرى صغير يعني مجرى المياه، يقصد بمعنى جداول يعني مجرى المياه. وما مفرد جداول؟ مفردها جدول. أحسنتم يا طلاب، هذا مستوى طيب. ما معنى النمير الطيب؟ يقصد أن مجرى المياه هذه مياه صافية، مياه نقية، ليس فيها شوائب وليس فيها ما يعكر صفو مزاجه. نأتي بعد ذلك إلى البيت الثالث، يقول: أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور. يعني كانت أيام كلها مرح وسرور وسعادة. الأبيات واضحة جدا. ويقول: وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور. يعني كانوا يأتون تحت أعشاش الطيور، يبنوا أكواخ من أجل أن يجلس هو وأصحابه، يتلاعبون معا ويتزاخرون معا. يقول إيه؟ نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نصور. يعني مهما نحن نبني الأكواخ دي وتأتي الرياح فتهدم هذه الأكواخ، يعني مش بتغضب بقى لأن الرياح قامت بهدم هذه الأكواخ، لا، بناخد الأمر عادي جدا، بناخد الأمر ببساطة، بنحاول إن احنا نعمل الأمر ده مرة أخرى، لأن هذه الأيام ليست فيها ما يعكر صفو مزاجنا. يقول إيه؟ ونعيد أغنية السواقي وهي تلغو بالخرير.
يعني كنا نقعد نغني كصوت الآلة التي تقوم بسقي الأراضي والماء. فيقول أن صوت المياه هذا كنا نجلس نغني عليه ونجدو به بصوت جميل، وهي تلهو بالخرير، يعني صوت المياه الجميل. يقول إيه؟ نجدو ونرقص كالبلابل. ما معنى نجدو؟ معنى نجدو يعني نغني ونرقص كالبلابل. البلابل هذا مفردها بلبل، وهو عصفور حسن الصوت. فيقول لك أن الغناء خاصتهم كان يشبه صوت البلبل الحسن، يعني عندما يسمعه الإنسان يشعر أنه يسمع موسيقى راقية، موسيقى ذات ذوق عال، يقول للحياة وللحبور، ونظل ننثر للفضاء الرحب والنهر الكبير. يعني إيه؟ نمكث، لا ننشر بين الناس التشاؤم، لا ننشر بين الناس الأمور السيئة، بل ننشر الأمور الجميلة التي فيها تفاؤل وفيها سعادة وفيها فرح. يقول ما في فؤادينا، يعني ما في قلبنا من الأحلام أو حلو الغرور، يعني ما كانش فيه حقد ولا كان فيه حسد ولا كان فيه من إنسان بيتكبر على أخيه الإنسان، لا كانت أيام كلها أيام تواضع وتعامل مع بعضنا البعض بأسلوب حسن وجميل. نأتي بعد ذلك إلى معاني المفردات. طيب ما معنى، نأتي مرة أخرى، ما معنى الروض؟ معنى الروض يعني الحدائق، جميل جدا. ما معنى وداعة؟ يعني هدوء وسكون. ما معنى المطير؟ يعني الذي أصابه المطر. ما معنى جداول؟ يعني مجرى المياه، وهو مجرى صغير تجري فيه المياه. ما معنى النمير؟ يعني الطيب. ما معنى تلهو بالخرير؟ يعني تتغنى بصوت الماء. ما معنى سوى؟ يعني غير. ما معنى نجدو؟ يعني نغني. معنى فرح؟ يعني شدة الفرح والنشاط والسرور. معنى الحبور؟ يعني الفرح. ما معنى السرور؟ الفرح. وما عكس الفرح؟ عكس الفرح جميل، قلتم الحزن، أحسنتم يا طلاب. ما معنى ننثر للفضاء؟ يعني نوزع عليه، ننشر له، جميل جدا. ما معنى أكواخ؟ يعني بيوت صغيرة. وما مفرد أكواخ؟ كوخ، أحسنتم. ما معنى الرحب؟ يعني الواسع. طيب جميل جدا. ما معنى نضج؟ يعني نجزع ونحزن. ما معنى فؤادينا؟ يعني قلبينا. ما معنى نصور؟ يعني نغضب، وعكس نغضب نفرح ونسعد. جميل، أحسنتم. ما معنى الغرور؟ معنى الغرور يعني الخداع، أو أن يزق الإنسان طعم نفسه ويتكبر على الآخرين. جميل. ما معنى نعيد؟ يعني نكرر، نظل نعيد هذا النص، يعني نكرره مرة أخرى. ما معنى حلو الغرور؟ يعني الثقة بالنفس، أحسنتم. نأتي بعد ذلك إلى الكلمة وجمعها. ما جمع الحياة؟ يعني الحيوات، أحسنتم يا طلاب. ما جمع العصفور؟ العصافير. ما جمع الماء؟ المياه أو الأمواج. ما جمع النمير؟ الأنمار. ما جمع الدنيا؟ الدنا، أحسنتم. ما جمع أغنية؟ أغاني، جميل. ما جمع الكبير؟ الكبار، أحسنتم. ما جمع روضة؟ الروض. ما جمع جدول؟ جداول. جمع كوخ؟ أكواخ. جمع عش؟ أعشاش. جمع الساقية؟ السواقي، أحسنتم يا طلاب. نأتي بعد ذلك إلى الكلمة وعكسها، أو مضاد هذه الكلمة. ما عكس الحياة؟ يعني الموت. ما عكس النمير؟ قلنا النمير يعني الشيء الطيب. ما عكس الشيء الطيب؟ الشيء العكر الذي يعكر صفو مزاجنا، جميل. ما عكس نعرف؟ أنا أعرف هذا الشيء، عكسه لا أعرفه أو أجهل هذا الشيء. طيب ما عكس الدنيا؟ الآخرة. ما عكس المرح؟ هو السرور، عكسها حزن. طيب نعرف المضاد أو العكس إزاي؟ نأتي بمعنى الكلمة ثم بعد ذلك نأتي بمضاد هذه الكلمة لو لم نعرف المضاد بطريقة مباشرة. طيب ما عكس السرور؟ الحزن. طيب ما عكس حلاوة؟ يعني مرارة. ما عكس بناء؟ هدم. ما عكس نضج؟ يعني نصبر. ما عكس نصور؟ نهدأ. عكس الحبور؟ نحزن. وداعة عكسها اضطراب، لأن قلنا أن معنى وداعة يعني هدوء، عكس الهدوء هو الاضطراب. ما معنى ننثر؟ يعني نجمع. ما عكس الرح؟ يعني الضيق. ما عكس حلو؟ يعني مر. ما عكس الغرور؟ أي التواضع. نأتي بعد ذلك إلى مواطن الجمال في هذا النص الذي معنا. يقول الشاعر:
في أول بيت معنا حلاوة الروض المطير. ما الذي في هذا البيت من موطن الجمال؟ نجد أنه يقول أن في هذا البيت تعبير يدلل به الشاعر على جمال الروض أيام طفولته. جميل جدا. طيب ما موطن الجمال في وداعة العصفور بين جداول الماء؟ معنى ذلك أو موطن الجمال هنا هو تعبير جميل يصور الحياة في هدوئها والسلام الذي يعمها، مما يجعل العصفور وديعا آمنا سعيدا. يعني حلاوة هذه الأيام تجعل العصفور يعيش باطمئنان، يعيش بسعادة، يغرد بصوت جميل يحب الإنسان أن يسمعه. طيب ما موطن الجمال في لم نعرف سوى مرح السرور؟ هذا أسلوب نفي غرضه تأكيد براءة الطفولة ومرحها. أسلوب نفي، أين هنا أسلوب نفي؟ لم نعرف، فهو ينفي أنه لم يعرف في هذه الأيام غير السعادة والفرح. ما موطن الجمال في نبني فتهدمها الرياح؟ نجد أن بين نبني وتهدم هنا نجد تضاد يبرز المعنى ويوضحه، يعني قيمة هذا التضاد إيه؟ يبرز المعنى ويوضحه. وفيه تشخيص حيث صور الرياح بإنسان يهدم، يعني جعل الرياح دي كأنها إنسان تقوم بالبناء ثم تهدم مرة أخرى. ما معنى فلا نضج ولا نصور؟ موطن الجمال هنا تعبير جميل يصور الطفولة في براءتها ووداعتها. طيب ما موطن الجمال في نعيد أغنية السواقي وتلغو بالخرير؟ هنا تعبير جميل يصور السواقي في ضخها للمياه بأنها تغني، يعني جعلها كإنسان يغني بصوت حسن. طيب ما موطن الجمال في نجد ونرقص كالبلابل؟ هنا تعبير جميل يصور الأطفال بالبلابل المغردة دلالة على الفرح والسعادة. طيب ما موطن الجمال في ننثر للفضاء؟ ده تعبير يدل على مدى السعادة والفرح التي تملأ قلب الشاعر وصاحبه، فيمنحان منها للفضاء والكون من حولها، يعني أنهم ينشرون للفضاء السعادة والفرح والتفاؤل. ما موطن الجمال ما في فؤادينا والغرور؟ هنا تعبير يؤكد براءة عهد الطفولة لدى الشاعر وصاحبه، يعني الطفل عندما يولد لا يوجد في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، بل يوجد في قلبه الفرح والسرور والسعادة. ننثر للأحلام، هنا تصوير جميل للأحلام بالورد ينثر للشاعر وصاحبه، يعني أن الورد يخرج للإنسان رائحة جميلة طيبة يحب أن يتذوقها بفمه. ما معنى حلو الغرور؟ هنا تصوير للغرور بشراب حلو المذاق. نأتي بعد ذلك تقويم حتى نتأكد أننا قمنا بفهم الدرس جيدا. يقول الشاعر: أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور، نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نصور. جميل جدا. نأتي مع بعض بقى بعد ما فهمنا الدرس بتاعنا، يقول لك ما معنى نضج؟ قلنا أن معنى نضج إيه؟ جميل. سامع حد بيقول لي يعني يا معلم معنى نحزن ولا نحزن ولا نصور. جميل، أحسنت، برافو عليك. ما معنى مفرد أكواخ؟ حد هيقول لي مين؟ كوف. أحسنت، برافو عليك. وما جمع الدنيا؟ الدنا. جميل. وما مضاد نبني؟ يلا مين هيقول معايا؟ مضاد نبني إيه؟ أنا سامع حد أقول. جميل، تهدمها. طيب يقول لك هنا أكمل: أيام الطفولة كان يملؤها المرح، كان يملؤها المرح وإيه تاني؟ والسعادة والفرح والسرور. جميل، والتفاؤل. طيب ماذا كان الشاعر وصاحبه يفعلان كما تفهم من البيت الثاني؟ نيجي نقرأ مع بعض كده البيت الثاني. يلا يقول لك إيه: وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور. نجد إن الشاعر هنا في البيت معانا هنا كان هو وصاحبه بيبنوا أكواخ صغيرة تحت أعشاش إيه؟ الطيور. جميل. طيب رقم ده يقول لك إيه: ماذا كان الشاعر وصاحبه يفعلان عندما تهدم الرياح الأكواخ التي بنيها؟ نيجي نقرأ مع بعض البيت، يقول لك إيه: نبني فتهدمها الرياح. النتيجة إيه بقى؟ فلا نضج ولا نصور. يبقى إذا كان يفعل الشاعر وصاحبه أنه لا يحزن لأن الرياح قامت بهدم الإيه؟ الكوخ. جميل. طيب ما الجمال في قول الشاعر فلا نضج ولا نصور؟ مين اللي هيقول لي؟ جميل، تعبير جميل صور الشاعر بأنه يقابل هدم الرياح للأكواخ بأنه لا يضج ولا يحزن، بل يقابلها بسعادة وبكل إيه؟ سرور. طيب من قائل الأبيات السابقة؟ مين هيقول معايا؟ مين؟ أبو القاسم الشابي.
إذن فهمنا من هذا النص أو خلاصة هذا النص أن الشاعر كان يتحدث عن أيام طفولته وأنها كانت أيام فرح وسعادة وسرور. أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامكم كلها سعادة وسرور. الآن أريد منكم أن نقوم بالاطلاع على الإسكول لأنه متواجد عليه الواجب الذي عليكم أن تقوموا بحله إن شاء الله. وفقكم الله لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.